للحين معزمة على موضوع الرسم. خي تعزم، شو المشكلة؟ يمكن يطلع منا شيء. إيه حبيبتي شهد، معزمة على موضوع الرسم. تقدرين تدشين داخل الحين تنامين، لأن باكر وراك قاعدة، وأنا بغيت أكلم نورة شوي لو سمحتي. ليش بينكم أسرار؟ إيه في أسرار. كلي بينك وبينها بس أسرار. حنا هنا عيلة واحدة وقلب واحد، ما يكون لازم نعرف كل شيء. زينب حبيبتي، اخذي البنات ووصلينهم غرفهم وديري بالك عليهم. خير دكتورة، ايش صاير؟ نورة حبيبتي، انا قررت اني اخفف الجرعات اللي قاعد تاخذينها بشكل كبير. نعم. ايه نورة، انت وايد قاعد تتحسنين، والعامل النفسي له دور وايد كبير. خلينا نجرب، انا راح اخفف عنك الجرعات وبشوف شنو يصير. زين، واذا حاشتني الام جسمي شو اسوي؟ حزتها راح نشوف شنو راح نسوي. بس انت لما يجيلك الم تناسي؟ شلون؟ ماكو شيء حواليني هني خليني انسى. في اشياء وايد وانت راح تكتشفينها بنفسك. نورة صدقيني، عشان مصلحتك انا لازم اوقف عنك الدواء، وتدريجيا انا راح اكون معاك. اسفه دكتوره، ما راح اقدر. راح اساعدك، راح تقدرين.